فيدا بونجور جوزيف، انا ما عندي هم، الحمد لله كل ما عيلتي بخير اكيد وصحتنا منيحه والجيبه ملانه. ان شاء الله تكون الجيبه ملانه يا فيدا. نهى هزيم اليوم عيد، على الاقل يجيبوا الكهرباء بهالمناسبه. والله معك حق، مش طالبين اكثر، وخصوصا انه الحراره عاليه. وكل سنه وانتم بخير. ايمان سبليني، صباح الخير جوزيف. ينعاد عليك وعلى كل اسد عالم صباح. الحمد لله ما في هموم، الله يبعد الهم عنا وعن الجميع ويخلي كل اهلي وعائلتي بخير يا رب، وما بدي غير هيك، معك حق. صبرينا، صباح وجوجو ينعاد على الجميع بالخير. همي بدي اشتغل وارتاح واقدر سافر، ومحتاجه فعلا صديق يوقف حدي. ان شاء الله يا صبرينا بيتحقق هالطلب. نيدو محمد، كل سنه وانتم طيبين والف خير وعيد سعيد عليكم وعليك يا رب. مي هندي، الغربه هي الهم الوحيد، معك حق. كل عام وانتم بخير وانت بخير. ياسمين جمال الدين، ربيع، بونجور جوزيف، ينعاد عليكم وعليك. بطلنا نعرف ليش مهمومين، الهم صار منا وفينا من دون سبب. ياسمين جمال الدين، الله يبعد الهموم عنك وينعاد عليكم جميعا. اما هلا رح نروح نحن وياكم ورشه ملح عند الشيف فريد. اهلا وسهلا فيكم عن جديد. خلينا نخلص هلا هالطبخات لانه بتصور كلنا جعنا، وحتى جوزيف هلا بيطلع فيي كمان هيك حاسس عيونه. ايه يلا تصبر بيطلع لك. فاذا هون في عنا السمك تبعنا، حطيناه نقعناه مع شويه مرقه، المرقه اللي عملناها بالفقره السابقه، حطينا هيك بس شويه مرقه بس تما تيضل هيك رطب. حطينا كمان شويه كمون، حطينا هلا او قدامكم حنحط شويه قرفه ناعمه، بس شوي ما نكتر. نرجع نحط شويه بهار ابيض لانه اكيد السمك كثير بيلبق له البهار الابيض. نرجع اخر شيء نخلص مع رشه ملح. هلا اكيد مهم كثير انه نقع تكون طايله ميلتين تبع السمك، يعني هلا بنرجع بنقلبهم شوي. نقلب الفيليت تبعولنا اكيد كرمال يتنكهوا مزبوط من الميلتين. هلا بنخليهم هيك ياخذوا العنقة على شي دقيقتين، نرجع بعدين نحطهم بالفرن. هيدا بالنسبة للسمك. أنا بحطه شوي على جنب. تنحكيكم عن المرقة، هون مثل ما كنتم شايفين في عنا طنجرتين. سؤال، ليه عنا طنجرتين؟ جواب بسيط كثير، لأنه هون في عنا المرقة يلي حطيناها مع الرز. هلا عم نشوفها بلشت تغلي مزبوط، معناتها هلا صار فينا نغطي عليها، نخفف شوي النار، نخلي الرز يستوي على مهله. هلا اكيد المرقه بدها تتبخر، ونفس المبدا عن حيلا رز، يعني كل كوب رز كوب ونص مرقه. انا هيك عملتهم وشلت كمان مرقه على جنب يلي هي المرقه يلي بدنا نعمل منها الصلصه. كرمال هيك انا بحب دائما لدعه حامض، فيكم تحطوا فيكم ما تحطوا. انا هون عندي عصير حامض، رح احط شوي بالمرقه تبعيتي. ارجع هلا طوي النار تحته، هخليها هلا هيك شوي تستوي، تاخد مع عصير الحامض حطيناه. وبهالوقت نحن بما انه مثل ما بيقولوا مالتي فانكشن او عديد الوظائف، تنعمل هلا الجاتو تبعنا الحلو الشوكولا تبعنا. مثل ما شفتوا هون عندي الايسينج او الجلاساج يلي عملناه بالفقره السابقه، رجعت دلقته على الجاتو يلي ظهر من الفرن. اكيد انا عملت له تيست بالسكينه، شكينا بقلبه سكينه، شفنا انه ما طلع في شيء معلق على شفره السكينه، معناتها الجاتو تبعنا استوى. بنمد الشوكولا عليه، اكيد نعمله بطريقه تكون تكون هيك جاي كلها على بعضها، ما يكون عندنا شوكولا محل اكثر من محل تاني. اكيد كثير حلو كمان يدلق هيك من كل الميلات، بس اهم شيء انه يكون مسطح على وجهه. ليه؟ لانه حنحطه بالبراد والبراد رح يجمد معي. فكرمال هيك نعطيها شوية وقت لهيدي العملية كرمال تكون معي ممتازة، لانه بالنهاية خاصة وقت باكل جاتو بحب دايما شهي عيوني قبل ما بلش اكل، قبل ما بلش دوق هيدا الجاتو. اوكي كتير منيح. اكيد مش هيدا هو الصحن حنستعمله للتقديم، دايما نستعمل صحن تناول الايسنج تبع الجاتو او الجلاساج.
وصحن تاني للتقديم. أنا هلأ هون صار عندي جاتو، هلأ بده يفوت معنا بالبراد كرمال يجمد. إن شاء الله هيك، إن شاء الله هيك على آخر هيدي الفقرة يكون جمد معنا الشوكولا. أنا بحس إنه بيكون جمد. هلا أكيد فينا نزعبي نحطه فريزر كمان، نحن حنحطه بالراد حالتين. وآخر لمسة حنعملها لهيدا الجاتو نحط له بودرة الكاكاو يلي عندي إياها هونيك، هلا بنشوفها آخر هيدي الفقرة. كثير منيح، الجاتو تبعنا خلص، صار فيه هلا يفوت بالبراد لفترة تلت ساعة. بهالوقت السمك تبعنا اخذ وقته النقع مزبوط. انا الفرن تبعي ولعته حميته حرارة 200، هلا صار فينا نفوته، حنفوته لمدة 10 دقائق ل 12 دقيقة. اوكي، صار عنا هلا السمك بالفرن، صار عنا هون الرز تبعنا اللي عم بيغلي، صار هلا فينا نخفف النار تحته ونطفى شوي، نرجع هيك نولع. اوكي، المرقة عم تغلي وعم ببلش مثل ما شفتوا تتبخر شوي شوي، يعني الرز بلش يبين معنا. هيك اخر شيء بكون عنا رز مستوي، مثل ما نكون شايفين لون المرقة، هيدي المرقة بتكون عم بتلون الرز تبعنا. هون عنا الصلصة تبعيتنا عم تتسمك، هلا اكيد ما حتكون سميكة كفاية الا ما نحط لها طحين. كمان هيك هلا رح فاجيكم طريقة بتجنن، فاجيتكم اياها كمان بتصور جمعة الماضية، كرمال تحطوا طحين بلا ما تعملوا الرو، يعني بلا ما تتلبكوا وتحطوا أول شيء بطنجرة زبدة مع طحين، رح فاجيكم هالطريقة هلا بعد شوي، هلا بس تغسل يدي نكمل معكم هيدي الفقرة. تنحكيكم هلا نحن عم نغسل ايدينا عن يلي بدنا نعمله. إذا بتتذكروا في عنا باذنجان متبل من وقتها ما عملناه بأول فقرة، من وقتها ما شويناه على الغاز ما بقى حكينا عنه، فجيتكم بس كيف رجعت قشرته، هلا صار فينا نطبقه. تنطبقه في عندكم كذا طريقة، هلا المطاعم تيكسبوا وقت بيضربوه بالمكنة، كما هيك بصفي معكم هيك متبل منه، كيف بدي اقول لكم منه مشلش، أنا بحب يكون في شلوش لنتبل، كما هيك نحن ما رح نقطعه بالمكنة، نحن رح نهرسه، يا إما فينا ننقي ملقعة أو فينا ننقي شوكة أو حيلنا شي هيك يقدر يطبسه شوي. أنا هون بالملقعة عم بلش طبس شوي الباذنجانات تبعولي، أو حنجيب هيدي اللي بدق فيها التوم كمان أسرع. هيك بنهرسها مزبوط، فهمتوا كيف؟ هيك بدقوا. أكيد دائما طريقة هيك فعالة إنه نبرم الجاط بس نكون عم نهرس، ليه؟ كرمال كل المتبل تبعنا كل الباذنجان ينهرس مثل ما بدي، بطريقة هيك تكون كمان مندمجة ومنظمة. أنا في شغلة كمان كتير بحبها، إنه إذا بقي هيك أنجأ قشرة ما بشيلهم، ليه؟ لأنه ببين عن جد إنه المتبل أخذ وقته على النار، لأنه مثل ما قلت لكم أول فقرة، فيكم يا إما تحطوه بالفرن هيدي شوية زعبرة أنا بسميها، أو تحطوه على النار على الغاز تا عن جد ينشوي ويعطيكم هالطعمة يلي متبل بلا هالطعمة مش متبل بالنسبة لي. ما إذا مبين على الكاميرا بس في مثلا ميني 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 قشرة هون، أنا هيدا مثلا بخليها ما بشيله. هيدا التيب مني لكم وما بتزعج ابدا، يعني خاصة إذا هالقد صغيرة ما في أي مشكلة. هون خلصنا نهرس مزبوط المتبل. اوكي، صار فينا نحط على جنب. نرجع هلا بنزيد شوية عصير حامض. اوكي، ما بنكتر. هون حطيت يعني شي ملعقة كبيرة ملعقتين ماكسيموم. نرجع نحط ملح. الملح بدي ارجع اقول لكم، حكينا وقتها عملنا شو عملنا بالباذنجان هالجمعة، انه عملنا طبخة بالباذنجان، حكيت لكم انه الباذنجان بيشربوا شرب للملحات، بقى كرمال هيك بنملح قد ما فينا، خاصة إذا المملحة ما كثير بتملح. هيك اليوم شوي مقدربة يمكن معايدة كمان. اوكي، هلا تملح مزبوط. ناخذ ملعقة خشب. هون الصلصة تبعيتنا إذا بتشوفوا المرقة تبعيتنا صارت عم تغلي كتير،
كرمال الحامض ما يحمض كتير وما يطلع اخر شيء هيك شوي مزعج، منطفي تحته نرجع منكمل بعدين وقتها منسمكها. هون برجع بحرك الباذنجان المهروس يلي فيه كمان الحامض والملح، وهلا صار فينا نزيد شوي شوي الطحينه. نحط شوية طحينة، نرجع نحط ملعقة تانية، نرجع نحركهم. دائما الطحينة بدنا نروح على مهلنا لأنه متبل مع كثير طحينة بيبطل طيب، لأنه أول شيء بيخفي لكم طعمة الباذنجان المحروق يلي هو عن جد، يعني كيف بدي أقول لكم، كل فكرة هالطبق هو إنه الباذنجان انحرق وكرمال هيك عطى هالطعم اللي عن جد غير شكل. فيكم تزيدوا توم، فيكم ما تزيدوا توم، انا هون قررت ما زيد توم، بس هيدي بترجع لكم لالكم. انا الحمص المتبل بحبه بلا توم، وبنصحكم كمان تعملوه بلا توم لانه فيهم نكهات كفايه تمام الواحد كمان يدعمها بالتوم. اوكي، شفتوا هون لون الحمص المتبل تبعي صار هيك ابيض، تنعطيه بياض هيك شوي ناصع اكثر. نرجع بنحط شويه طحينه، ما كترنا لانه قلت لكم طحينه بتخفي الطعمه مش طيبه بتطلع. نحرك مزبوط، مثل ما انكم شايفين ملمسه بنشوفه هيك مهروس، بنشوف فيه شلوش. هيدا المتبل الاصلي، هيدا المتبل هيك لازم يكون، ما تضربوه بالمكنه بياخذ معكم شوية وقت اكثر، بس عن جد تطلع حرزانه. اوكي، من بعد ما حركنا المتبل انا بقول لكم انه بشوفكم بعد 5 دقائق بنكمل ونخلص كل شيء. عودي معكم للمتابعة بأول أيام عيد الفطر السعيد. برجع كمان لكل يلي انضموا لنا هلا بلكن فطر سعيد، ينعاد عليكم وإن شاء الله هالعيد يكون خير على الجميع وين ما كنتوا. بتاني محطة وآخر محطة اليوم للشيف، رح نختم نحن ويكون عالم الصباح مع ختم الوصفات يلي بلشتها كل نهار ورشة ملح. روايح طب اخر قلصتا صح. صوص، الصوص هلا صارت شبه جاهزه، شبه جاهزه. نحن اللي عملنا السر العظيم انه حطينا طحين مع شويه زيت، فينا نحط زيت دميتي او زيت زيتون. مش على النار؟ ايه لا لا، مش على النار، على البارد هيك. هيدا سر عن جد بيسهلكم حياتكم. اوكي، وقت بتعملوا هيك بترجعوا بعدين تدلوا عليه يعني على المرقه شوي شوي. بحب تعبيرك فريد، ميرسي، كلك زول، سهلكم حياتكم. ما انا بحب دائما سهل حياة المشاهدين لانه ما في مثل. بقى نحن هلا بنكون عم نسمكها شوي شوي. اوكي بعدين بنشوف اذا بعد بنزيد حد ما تتسمك مزبوط. بس عم بحرك هيك لا بتحرق ولا شيء على النار، ما بتعمل شيء وما بتحرق الطحين، ما بتحرق ايديك، ما نفس الطعمة؟ اكيد نفس الطعمة. ما هيدي هيك هالتفنجاية صغيرة بتعملوها. اوكي هلا هون بلشت تعمل هيك تتسمك. بس ما تنسى انه بتتسمك كمان شوي شوي، يعني انا بحب زيد شوي شوي الطحين. أوكي، احسن ما تزيد كثير وبعدين اخر شيء تكون ندمان وما تقدر تعمل شيء. اكيد اكيد. كيف مور؟ يلا خلينا نحط بعد هولي، بنشوف اذا بنرجع نحط شوي. يعني تقريبا بدي احط 3 ملاعق طحين مع حطيت شي معلقتين طحين. ايه؟ مع شي ملعقه زيت. ملعقه زيت وخلطتهم. رجعت بمية السمك، هيدي المية السمك، هيدي ايه مرقة السمك يلي حطينا كمان البهارات، حطينا كراوية، حطينا قرفة ناعمة، لا لا النار دايرة، عم شوف اذا دايرة. اوكي ولا يهمك، حطينا كراوية، حطينا قرفة ناعمة، اوكي، حطينا كمون، كمون عن جد البهار الاساسي تبع الملوخية. تبع تبع الصيادية. ملوخيتك طيبة كمان. ملوخيتي طيبة كمان. اوكي الصيادية. ايه بالنسبة للصوص تقريبا جاهزة. سمكت؟ ايه ايه جاهزة، خلص يعني ما بدي اياها تكون اسمك لانه بتصير تلعب شوي النفس. اوكي اوكي، خليها زي ما هي. هلا بس بنذكر المشاهدين كمان عندنا الجاتو بالبراد. اوكي اوكي، بنخلي الايسنج تبعه يعني ال كيف بدي لك الغطا اللي حطيناه، الوش التوب اللي حطيناه هيك يتسمك مزبوط. بس تيتسمك هلا تيجمد معنا بنشيله بنحط له من الكاكاو، بنحط الكاكاو، نرجع بنغير له كمان قالب هيك يكون جات حلو. اوكي برزنتيشن حلو، تقديم حلو. صار منيح؟ ما بعرف، انت بتشوف عم تغلي. صار بجنني. أوكي. اوكي بس هيك اذا فينا نقرب شوي الكاميرا عليه. ميرسي استاذ جمال.
اوكي مثل ما نكون شايفين ما بديها تكون اسمك من هيك لانه أوكي. بعدين بتصير عن جد هيك شوي تطلع النفس. اوكي اوكي الصلصه تبعتنا خلصت بما انه هلا عيدنا صار فينا ندوق كمان ودائما انا بقول لكم كرر مره اثنين ثلاثه اربعه دوقوا 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 دائما. هلا السمك بده شيء من فوق بدك تدور له شوي من فوق ولا لا؟ لا لا ابدا اتركه بس هيك من ميله وحده يكون مستوي. والله اوكي السمك بعد بده دقيقتين. بعد بزلها شوي من البهار. شفت لي مهم الواحد يدوق تمام هيك يسكب اخر شيء. بهار شو وقتها تقول بهار؟ البهارات قصدي. هلا قصدي الميكس البهارات. ميكس خلطة البهارات. اوكي اوكي اوكي. يعني في عندنا كمون. منبحبح كمون. مع انه مثل ما ذكرتكم كمان رح احط شوي كمان على الرز. الرز تبعنا الخلص مثل ما قلنا عملناه على الطريقة التقليدية، يعني حطينا كمية ونص مرقة لكمية رز. اوكي خليني يلا كيك كبيت رز كبيت ونص يعني مكتوب صح او حيلا شيء يعني كميه لكميه ونص. اوكي اوكي نرجع هون بنزيد كمان شويه قرفه ناعمه بالصلصه. اوكي اوكي نرجع عنا الكراوية اللي بتعطيها الطعمه كمان مميز كثير. الكراوية كمان بحطوها على المغربيه ما هيك؟ ايه على المغربيه على المغلي كمان. على المغلي هيك اذا بتشم عندها الريحه عن جد هيك سبيشل. صحيح مميز كثير. اوكي ملح ما بدها والحامض بنحس فيه كمان. اوكي اوكي رح احط كمان شوية بهار ابيض انا بالبقنا لهيك بهار ابيض عادة بيعطي شوية حر بيعطي جوه حر بيعطي لدعة صغيرة لدعة اقل من البهار العادي بس انه بيعطي لدعة. اوكي نحن هلا بما انه وصلنا بالفاز او بمرحلة التقديم عندنا بعد شغلة واحدة ما عملناها هي قصة البصل. ناخذ بصل بنقطعه جوليان او عيدان. هلا اكيد كسماكه انا بنصحكم ما تسمكون كثير. ليه؟ لانه اول شيء بيستووا معكم اسرع وثاني شيء كمان كملمس وك يعني كطعمه وك كملمس تنقول دائما اطيب هيك بس يكونوا ارفع. اوكي هول اول عيدين نرجع ناخذ بعد بصله النص الثاني من البصل. انا عم بحاول ذوب لك البهارات بس دابوا بدك تخليهم على نار بعد؟ لا ابدا بس اذا بدك فيك تدوق انت تعطيني انطباعك. اوكي عملت شيء دائما بالمطبخ بقول لهم للشباب عندي الدواق دائما لازم يكون دينكم الثاني. اوكي لانه زبون مش مبسوط او عنده حيلا ملاحظه على الطعمه هي شغله اوه ما بأثر يلا بس هيدي دابت هيدي يعني بتصور طعمة طيبة ايه بس خلك صارت؟ خلص اوكي قام نسكر تحتها اوكي بس لازم ندوق تنتأكد انه كطعمة طيبة هون عم بلش هلا هيدا البصل اللي بده يكون على وجه الصيادية قصدك البصل بده يجي على الوجه ايه اوكي يعني بيجي اذا بدك على جنب وشوي على الوجه اوكي هون الرز بنحطه شوي على جنب سخن كثير فما في خوف يلا انا رح اعمل برزنتيشن لصحن مثل العادة انت نقي ايه اه انت بدك تعمل صحن وانا بعمل الجاط اوكي كثير منيح اوكي هون الزيت تبعنا حمي صار فينا نضيف فوقه البصل بدي اعطيكم تيب على فكرة بتعرفوا وقت يكون عندكم خشبة تقطيع بدكم تشيلوا شيء عن خشبة التقطيع بحياتكم بحياتكم ما تعملوها بالميل تنقول الرفيعة من الشفرة دائما تستعملوا الميل السميكة يلي ما بتقطعوا فيها ليه؟ لأنه الشفرة هي اصلا مكونه من خيط عرفتوا كيف؟ والخيط بينكسر معكم كرمال هيك بتلاقوا بعد انجأ سنه سكاكينكم ما بقى بيسووا بالمطبخ لانه بتكونوا عم تعملوا هيك بدل ما تعملوا من هيدي الميله. اوكي هيدا تيب مهم كثير كنت تعرفها هيدي الشغله؟ لا شفت كيف؟ ثانك يو كرمالكم كرمال بيتكم كرمال سكاكين بيتكم انا هون رح احطه على النار هيك شوي اقوى تنحمره مضبوط. اوكي هون الصلصه تبعتنا خلصت هون شو عم تعمل بلش انت بالتقديم انا عم بعمل الصحن بس مخليه ليتقول لي انه خلص السمك السمك خلص اصلا الـ الـ البصل البصل بس السمك صار فيك ظهره اكيد كيف لونه صار حلو كثير رح ظهر لك اياه هلا ما في خوف يحترق ليه لانه السر هو بشو منقوع؟ بالنقع حطيت شويه مرقه اوكي رجعت حطيت كمان فوق هيدي المرقه حطيت شويه بهارات اوكي خاصه كمون قطعين رجعت ملحت رجعت حطيت كمان شويه بهار ابيض
بدك الخشبه؟ لا بحط هيدي الخشبه. اوكي كل شيء تحت السيطره يا استاذ. جريت اوكي. هلا صار فيك كمان تتسلى تتحكم بالسمك، رح اعطيك كمان ملقط تتسلى لك. اوكي هون بصلاتنا نقلبهم، بنحط اكيد اقوى نار عنا خليهم يتلونوا مزبوط. انا بهالوقت بعمل ميز اون بلاس تبعيتي او التحضير تنعمل التقديم تبعنا. في كمان بما انه فضل عنا من هيدي الجمعه شويه صنوبر، نعمل كمان فنجاية صغيره يلي هي نضيف شويه صنوبر كمان مع البصل هيك ندعمها مزبوط، لانه بتعرفوا شو بيقولوا مش كل يوم عيد صح؟ اكيد. اوكي هون عم شوفك مركز كثير. فينا نحط لها قلوبات؟ فيك تحط لها قلوبات، فيك هلا اذا بدك تحط لها قلوبات انا بنصحك تحط لها بس صنوبر، وبعدين كمان تخبز كثير كطعمه اذا تحط لها فستق، تحط لها عدة قلوبات. اوكي هون عم نقلب بصل تبعنا. بهالوقت فينا نركز على تقديم الحمص تبعنا، المتبل تبعنا. شو بين اليوم عم بقول حمص بالي بالحمص، خلص وعد لكم بما انه هيدا عم بلخبط كثير عم بقول حمص اليوم، نفرجيكم بهالجمعتين كيف نعمل حمص يكون اصلي وبجنن. جريت اوكي اوكي. هيدا الصحن اذا فينا نفرجي ننقي لنتبل صحن هيك يكون شوي غميق. انا عم شوف اي صحن هيدا بتصور بيطلع بجنن. نتبل اتركهم يتحمروا مزبوط. ايه اوكي اوكي. المتبل تبعنا نحطه بهذا الصحن. هلا فينا نلفه تطلع اجمل. شو نعمل؟ بيقولوا نلف حمص ونلف متبل، يعني بتاخذ ملعقه. ايه اوكي بدك تحط له الزيت عليه. الزيت اخر شيء. ايه قصدي بتلف هيك. صح. اول شيء بتجمعه كله على بعضه. وبتمرق القناية. ترجع بعدين شوي شوي هيك بتصير تمرق الملعقة تبعيتك. وتبرم الصحن. وتبرم الصحن. شوف كيف عم بعمل بأصابعي عن جد هيك عم بعطيها هيك مثل فايبريشن صغيرة. اوكي. لنلف معي. نرجع نحط له شوية زيت زيتون. اوه. فينا نحط له شوية بابريكا، فينا نحط له شوية لبناني بامتياز. صح. وهيدا صحن المتبل. بصلتنا بلشت تتحمر. كمان. اوكي. هون تنظف شوي نعمل تقديم. للرز بدك جاط للرز ولا بهيدا؟ لا ما هيدا صغير كثير. بدك واحد اكبر. بدنا واحد اكبر. هيك عم فكر هيدا نستعمل. لا هيدا اللي تحته. هيدا؟ او فينا نستعمل جاط مستطيل، هيدا اللي تحت كمان بيطلع اجمل. هيدا بيطلع اجمل جاط بالعالم. صح. This one؟ ايه this one. يلا. This one لا غير. اوكي بنجيب الجاط ونحط المشحاف على جنب. نبلش نسكب شوية رز على الجاط. اوه. أنا صراحة فتحت تبييت ما بعرف إيه طبعا مينيموم. بهالوقت جوزيف فيك تعمل فيك ظهر بركي الجاتو من البراد. يلا. الرز هون. شو هالجاتو يا فريد؟ هذا أطيب جاتو بالعالم. اوكي بتعرف تمد انت كاكاو على الجاتو؟ بال ما برشي؟ صح. بهيدي شو اسمها؟ بالمصفية. مصفية. عندك مصفية صغيرة هون. هيدي. تفضل يا استاذ جوزيف فرجينا مهاراتك الطبخية. هون نرجع نقلب البصلات يلي بنشوفها هيك بلشت تاخذ لون. نكمل هيك. شو في؟ يلا قلت شي نكتة؟ فينا نصور ال 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 الجاتو وين صار؟ واو
انا بسميه فن عن جد. okay. بعد ولا انف؟ لا انف لانه enough. بعدين بتمرمر. يلا هون صحن الصياديه عشان نحط السمك تبعنا على الرز. صح. سمكتها بقولنا اكيد هون استعملنا لقوز، فيكم تستعملوا هامور مش غلط كمان. يعني اثناء نحن بانتظار انه نخلص السكب، انا بدي اقول للمشاهدين ان شاء الله يكون السنه رمضان مر عليكم خير وسلامه. اي حدا طبعاً منكم يرجع لزيته ولنفسه يوم هالعيد كمان ليتواصل مع غيره، ما حدا يكون زعلان من الثاني، يكون سنه خير على الجميع وعلى تلفزيون مستقبل. برجع بعيد كمان كل موظفي تلفزيون مستقبل وكل الميديا بلبنان وكل جمهورنا بلبنان بالعالم العربي وبالعالم كله، تحيه كثير للجاليه كبيره، الجاليه العربيه واللبنانيه بالتحديد بامريكا باستراليا بكندا باوروبا بكل دول اللي عم يتابعونا. نحن فريد هيك بنكون وصلنا لختام عالم صباح. صح. لليوم بكره شبك. في عالم صباح جديد الساعه 10 بتوقيت بيروت. بودعكم تابعوا معنا برامج تلفزيون مستقبل. الى اللقاء. أجمل فرحة العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد سعدنا بيها.